اعتبر مرشح التحالف الإسلامي الوطني عن الدائرة الخامسة هاني حسين شمس أن للمرأة دور مهم في تغيير حالة الإحباط التي يعاني منها جانب من المجتمع من خلال المشاركة الفعالة في الانتخابات المقبلة، مشددا على أهمية التمسك بالعملية الديمقراطية كخيار رئيسي للشعب الكويتي على الرغم من الملاحظات العديدة التي شابت العملية السياسية خلال الفترة الماضية. شدد مرشح التحالف الإسلامي الوطني عن الدائرة الخامسة هاني حسين شمس على أهمية العملية الديمقراطية كخيار استراتيجي للشعب الكويتي على الرغم من الملاحظات التي شابت العملية خلال الفترة الماضية. تصريحات شمس جاءت خلال اللقاء المفتوح مع الحملة النسائية في الدائرة الخامسة. إن الجميع عنده ملاحظات على العملية السياسية والعملية الديمقراطية وعلى مجلس الأمة، وقد تكون يمكن عندكم 10 ملاحظات تقولونها، أنا أزيدكم عليها 10 و50 و100 ملاحظة على العملية السياسية وعلى الديمقراطية وعلى دور الأعضاء وعلى الفساد اللي موجود بالأعضاء والفساد اللي موجود بالحكومة. لكن هذا مو معناته أن نتخلى عن هذه الديمقراطية وعن هذا الخيار، لأن هذا الحس هذا خيار بالنسبة لنا، وعدم وجودنا في هذا المكان نعتقد أن المفاسد تزيد. من جانب آخر، جدد مرشح التحالف الإسلامي الوطني التأكيد على أهمية وجود الاستقرار السياسي والاجتماعي في الكويت خلال المرحلة المقبلة نظرا للأوضاع الإقليمية الراهنة في المنطقة والحذر من إلقاء ظلالها على المجتمع الكويتي. نحتاج لهذا الاستقرار في البلاد. شاركنا في الانتخابات 2012 لو ديسمبر المبطل الثاني لترسيخ الاستقرار، شاركنا بالانتخابات 2013 لترسيخ الاستقرار، أيا كانت هناك الملاحظات في فترتها، ولكن ترسيخ الاستقرار كان شيء مهم. والمرحلة القادمة في حل مجلس الأمة الماضي أحد الأسباب الرئيسية الأخطار اللي دور ما دورنا، الظروف الإقليمية الخطيرة أو الدقيقة والظروف الأمنية الموجودة اليوم قد تكون شبه انحسمت وإن شاء الله تنحسم كثير من الملفات، داعش ما داعش بالمنطقة، إن كان في العراق في الموصل في سوريا، ولله الحمد اليوم قضية لبنان استقرار، باشر إن شاء الله نأمل الاستقرار في اليمن وغيرها من الدول. إلى ذلك أشار هاني شمس إلى الدور الريادي للمرأة في العملية الانتخابية وإلى دورها الفعال في عملية التغيير، داعيا النساء إلى المشاركة الفعالة لتغيير حالة الإحباط الموجودة حاليا. قضية المشاركة المشاركة المشاركة، الحث على المشاركة. أي وحدة محبطة عندها بعض الملاحظات إذا قعدت بالبيت ما راح تنحل الملاحظات هذه، إذا تنحل نقول لكم قعدوا، بس أنا أضمن لكم اللي تقعد هالملاحظات عندها راح تزيد، هالإحباط راح يزيد ما راح يقل. إحنا اليوم مسؤوليتنا أن نزيل هالإحباط. الإنسان المؤمن، الإنسان الرسالي، الإنسان يحب دينه يحب وطنه، ما المفروض ما يحوش أحباط. وفي ختام اللقاء دعا مرشح الدائرة الخامسة الناخبين والناخبات إلى عدم الالتفات إلى الإشاعات والترشيحات التي تهدف إلى زعزعة ثقة الناخبين بمرشحيهم.